أم حبيبة رضي الله عنها وأرضاها لها مواقف جميلة. طبعا هي أسلمت قبل أبيها بكثير وزفت للنبي صلى الله عليه وسلم وعاشت معه في المدينة. فلما عزم النبي صلى الله عليه وسلم على غزو مكة وفتحها جاء هو أبو سفيان وكان مشركا آنذاك، وجاء يتفاوض معه في الهدنة، قال له امهلنا شوية ودينا هدنة. فلما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم في بيت بنته اللي هي أم حبيبة، دخل في بيته، قالت فلما أراد أن يجلس طوت عنه الفراش. أول ما جاء دار يدخل يجلس في بيت وبيته لفت منه الفراش، قال يا بنيتي أرغبت بهذا الفراش عني أم رغبت بي عنه؟ يعني أنت شايف الفراش ده عزيز علي أنا بترفعيه مني، ولا أنا أعز من الفراش ده وأرفع يعني؟ قالت له بل رغبت به عنك فإنك امرؤ نجس مشرك وهذا فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال يا بنيتي والله لقد أصابك بعدي شرا. ما حمزات يسوي شنو؟ فدي أخواننا دي قمة في قوة الإيمان، تلف الفراش منه وده أبوها وقالت له أنت مشرك. في وش ونجس. فده كناية عن قوة إيمانها رضي الله عنها وأرضاها. عاشت طويلا إلى عهد أخيها معاوية، وكانت في زمنه مع أمهات المؤمنين كانت مكرمة جدا، حتى أخوها معاوية رضي الله عنه كان يلقب بخال المؤمنين، وكانت معظمة في عهده. وقيل لما يعني جاءت عند الوفاة دعت عائشة رضي الله عنها، فجاءت عندها فقالت لها إنه قد كان يكون بيننا ما يكون بين الضرائر، فغفر الله لي ولك وسامحيني. فقالت لها عائشة رضي الله عنها غفر الله لي ولك وأنا أتحلل من كل شيء وقد سامحتك. قالت والله لقد سررت اليوم سرورا عظيما. ثم دعت أيضا أم سلمة فقالت لها نفس هذا الكلام، يعني تحللت من الأشياء اللي كانت بتقع بيناتهم من الضرارة رضي الله عنها وأرضاها، ماتت بعد زمن طويل.